رفوف المحال التجارية في محافظة نينوى تغص بالمنتجات المستوردة، مشهد مألوف بالنسبة للسكان، لكنه مستهجن ومرفوض. فالمنتج المحلي هو المفضل لديهم، لكن السياسات التجارية الحكومية أجبرتهم على شراء المنتجات المستوردة لكونها أرخص ثمناً من المنتج المحلي. في السنوات السابقة كان الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام استيراد البضائع الأجنبية من دول الجوار، واليوم تغلق الحدود أمام استيراد السلع، لكن دون تقديم أي دعم للمنتج المحلي، ليبقى الأخير أغلى ثمناً من المستورد. زي المنتج العراقي هسه طبقة بسبعة وبستة، التركي حيجيك من تركيا يعبر قارات وحدود وبحار وأنهار يصلنا لينا وطبقة بـ 4000، والعراقي مال موصل أو مال بغداد أو مال الشمال الطبقة بستة، بينما المستورد يجيك من إيران ليه هنا 3500 4000. ويتفق معظم سكان مدينة الموصل على أن الجهات الحكومية تهمل عن عمد دعم المنتج الوطني لحسابات نفعية وأخرى سياسية، مطالبين السلطات بتغيير سياستها التجارية بشكل كلي لصالح العراقيين. فدعم حكومي بصراحة ما موجود، يعني هذا الشيء شبه مفقود أصلا، ولهذا السبب تلقى ماكو استورد من تركيا، روح على إيران، روح على الإمارات، وهكذا عالم اتجه على الخارج. فياريت يكون يعني هكو دعم حكومي للتجار ولأهل المصانع ويرجعون يسوون لنا شغلات هاي بالدولة أحسن. طبعا المنتجات العراقية والمحلية هي نوعية جدا راقية، بس مع كل الأسف المعامل متوقفة، المصانع متوقفة. معمل الألبان على سبيل المثال أبو غريب ينتج أحسن النوعيات من منتجات الألبان، هذه اختفت. احنا عندنا معمل الألبان مال موصل، وين المنتجات ماله؟ نحو عقدين من الفساد وسوء الإدارة وتغييب ضوابط الاستيراد وحماية المنتج المحلي كان كفيلاً بتدمير الصناعة الوطنية، وليست المنتجات الصناعية وحدها من تدهورت، إذ بات معظم ما يتناوله العراقيون من فواكه وخضروات مستورداً.